مع استمرار قصف قوات النظام السوري والقوات الروسية ريفي إدلب وحلب منذ أسابيع اقترابهم إلى مسافة كيلومترين من مدينة سراقب، أرسلت أنقرة تعزيزات إضافية إلى داخل إدلب منعا لسقوط سراقب وتكرار سيناريو معرة النعمان. وفي تصعيد خطر ردت تركيا على مقتل 5 من جنودها بقصف للنظام السوري، وذلك بعملية كبيرة استهدفت العشرات من قوات النظام السوري، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لمواجهة الجيش السوري. وحذرت أنقرة روسيا حليفة سوريا من التدخل. تطورات المشهد في إدلب وتأثيرات العمليات العسكرية على المشهد السياسي وعلى العلاقات التركية الروسية في ظل زيارة أردوغان إلى أوكرانيا، نتابعها مع ضيفنا الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور سمير صالحة الذي ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول. صباح النور دكتور صالحة. صباح الخير، تحية للجميع وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. هل مقتل 6 جنود أتراك بالأمس في إدلب هي رسالة روسية من الميدان السوري لأردوغان ردا على زيارته إلى أوكرانيا؟ يعني طبعا الملفات الآن متداخلة متشابكة، هذا الاحتمال أيضا موجود، لأنه رسائل الرئيس التركي من أوكرانيا كانت واضحة إلى موسكو باتجاه أنه أنقرة ستواصل مواقفها السابقة في موضوع شبه جزيرة القارم، وهي ترفض السياسة الروسية في التعامل مع الملف الأوكراني. لكن طبعا في أكثر من مادة أيضا تدخل على الخط وتقول لنا أنه ليست هي المادة الوحيدة موضوع أوكرانيا، في تباعد حقيقي الآن في القراءات، في التقديرات، في التحليلات، في التعامل مع المستجدات التطورات بين أنقرة وبين موسكو لناحية الملف السوري وتحديدا موضوع إدلب. طيب، في أي سياق يأتي الاتصال أمس بين لافروف وأوغلو بعد هذه الرسالة التي وجهها أردوغان لبوتين من أوكرانيا؟ يعني أنا لا أعول كثيرا على هذه الاتصالات في هذه المرحلة تحديدا. صحيح أنه التنسيق التركي الروسي كما يقول الطرفين ما زال موجود، لكن على الأرض نرى يعني أمور تتقدم بشكل مغاير مختلف تماما لما يقال، نقطة أولى. نقطة ثانية، لو كان في رغبة تركية روسية حقيقية بالنقاش في موضوع المستجدات والتطورات لكان وصلنا إلى نقاش على مستوى القمة، وهذا النقاش لم أسمع أنا شخصيا حتى الآن بأنه تم في اليومين الأخيرين بين الرئيسين، أقصد أردوغان وبوتين. طالما أنه مثل هذا التواصل بين القيادات السياسية العليا غير موجود، فأنا أرى أنه الأمور ستذهب بمنحى تصعيدي سواء كان في شق إدلب أو في شق العلاقات التركية الروسية. برأيك هل اقتربت نهاية المعركة في إدلب عسكريا؟ يعني هل هناك تسليم تركي بالخسارة أم سنشهد ردة فعل تركية تتمثل في الدفاع عن سراقب؟ يعني صحيح الآن الوضع، أنقرة في موضوع إدلب وفي موضوع شمال غرب سوريا ليس سهلا إطلاقا، لكن أظن أنه في خيارات كثيرة أيضا وسيناريوهات من الممكن أن نتابعها في الساعات المقبلة. يعني كل هذه الحشود الآن العسكرية التركية برأيي تعني أنه أنقرة مصرة على موضوع إنشاء منطقة آمنة تركيا في شمال غرب سوريا في منطقة إدلب، لن تتراجع عن هذا الخيار. نقطة ثانية، لن تتخلى عن دعمها لقوى المعارضة السورية الفصائل، والدليل أنه تم في سلاح جديد قدم إلى هذه الوحدات والمجموعات. نقطة أهم، أنقرة الآن قلقة في موضوع أنه تصعيد النظام بهذا الشكل يهدد أيضا سياستها في درع الفرات وفي غصن الزيتون تحديدا، لذلك لا يمكن لها أن تقبل بهذه التطورات الميدانية العسكرية بهذا الشكل. طيب، في خضم كل هذه يعني التطورات، ما مصير اتفاقية سوتشي لخفض التصعيد مع إعلان تركيا وقف الدوريات المشتركة مع الجانب الروسي؟ يعني أنا رأيي تفاهمات سوتشي الآن تذهب إلى طريق مسدود، وهذا الاستنتاج ليس يتم بناء على التطورات الأخيرة في الأيام الماضية، بل أظن أنه
بسبب أنه لم يكن هناك تنفيذ حقيقي لهذه التفاهمات على الأرض. يعني كل طرف كان عنده جزء مطلوب أن ينفذه، ووجدنا أنه كان في خلل في التنفيذ ووصلنا إلى هذه النتيجة. لذلك موضوع سوتشي برأيي الآن بعد هذه الساعة كيف سيناقش، لابد أن يكون هناك نقاش تركي روسي على ضوء التطورات والمستجدات الآن القائمة ميدانيا وعسكريا وسياسيا. نقطة ثانية، الآن المهدد ليس فقط سوتشي، بالموضوع الأستانة نفسه. لماذا؟ لأنه أمام هذا التصعيد في عنا أكثر من تغير وتحول في طبيعة التحالفات التي تمت في الأستانة نفسها. لذلك أنا قلت لك قبل قليل الآن لابد أن يكون هناك سياسة تحرك تركي بأكثر من اتجاه ترد على كل هذا التصعيد وهذه الخروقات وهذا الاستهداف. ماذا عن احتمال يعني التصعيد عسكريا؟ هل يمكن أن تأخذ الأمور منحى دراماتيكي بمواجهة بين الجيشين الروسي والتركي؟ نعم، هذا الاحتمال موجود ويتزايد ساعة بعد ساعة، ليس فقط بسبب ما جرى قبل يومين، بل بأنه في انقطاع في التواصل كما قلت لك بين أنقرة وموسكو. والرسائل التركية عبر القيادات السياسية التركية في اليومين الأخيرين كانت أنه أنقرة ستواصل خطتها التي الآن تشعر أنه في استهداف مباشر لأمنها القومي من خلال هذا التحرك. الآن في قناعة تركية أنه روسيا ليست فقط هي التي تساعد النظام، بل هي التي تقرر مكانه وتحاول الآن تحريكه على الأرض بشكل مباشر. يعني الآن التوتر التركي الروسي سببه ليس فقط خروقات النظام أو انتشار النظام في مناطق جديدة، بل سياسة روسية بحد ذاتها. نقطة أخيرة مهمة هنا علينا أن نأخذها بعين الاعتبار برأيي، أنه هذا الآن التصعيد يذهب بأكثر من اتجاه. يعني الرد التركي لن يكون محصورا في موضوع إدلب، في موضوع شمال غرب سوريا، بل في أكثر من تحرك على أكثر من جبهة سوريا وأقليمية. نعم، هل يمكن حسابه أيضا ضمن يعني البازار الإقليمي أو الابتزاز المتبادل بين روسيا وتركيا في الملفين السوري والليبي أيضا؟ صحيح، هذا ما قصدته. لذلك أنا قلت لك أنه هذا التوتر الموجود الآن يعني يحمل معه سؤال آخر، أنه هل ستعود العلاقات التركية الروسية إلى ما قبل 4 أعوام، العام 2015، حادثة إسقاط المقاتلة الروسية، التوتر وغيرها من الملفات؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد يعني مؤشر حول أنه في احتمال أن يكون هناك نقاش تركي روسي على مستوى القمة أولا، ولا نعرف أنه حتى لو تم هذا النقاش ما الذي سيحمله على الأرض من تطورات تذهب باتجاه التهدئة. يعني التصعيد الآن مع الأسف كما يقال هو سيد الموقف، والأمور تذهب نحو التعقيد أكثر فأكثر في قناعة تركية أنه موسكو أيضا تريد أن تلعب ورقة اللجوء الآن ضدها بشكل أو بآخر، محاولة فرض مشهد ميداني عسكري على أنقرة يتعارض تماما مع كل تفاهمات سوتشي والأستانة. طب دكتور، يعني في السياسة هل تسرع هذه العمليات تقارب بعض الدول العربية كمصر والسعودية مع النظام السوري لمواجهة تركيا؟ الآن معنا أنقرة خيارات كثيرة أمام يعني المشهد القائم كما قلت لك من الناحية الميدانية العسكرية ومن الناحية السياسية، سوى الدفاع عن مصالحها، الدفاع عن حليفها في المعارضة السورية، في الجيش السوري الحر، وقطع الطريق على محاولات فرض مشهد جديد عليها في سوريا وفي المنطقة ككل. لذلك ردة الفعل التركية برأيي أنا لن تتوقف ولن تكون فقط محصورة بموضوع الرد على استهداف الجنود الأتراك قبل يومين. الرد سيكون برأيي لابد أن يكون. لماذا؟ لأنه هذا الاختبار الآن المهم بالنسبة لأنقرة قد ينعكس كما قلت لك على تحالفاتها، على سياساتها المحلية والإقليمية. كل الشكر لك على مشاركتك معنا ضيف الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور سمير صالحة، حدثنا مباشرة من اسطنبول. شكرا لك.